كل شخص بحب يعمل دورة أو بحب يزور لبنان أهله وسهلا فيهم. لبنان مفتوحة للكل، بس نحن بهمنا اللي بيجوا بيجوا بطريقة صح. اللي بيجوا أنا بنصح ما حدا يكون إلا عن طريق النقابة أو طريق النادي. النوادي هي بتعمل مهرجانات التدريب، النقابة بتشرف عليها. اللي بيجي بده يكون معه تفويض يطلب أوراقه، ونحن مستعدين للكل نستقبلهم أهلا وسهلا ونساعد أي شخص بده يعمل دورات. عندنا كثير أشخاص مؤهلين للتدريب ليدربون، عندنا أشخاص مؤهلين ليعطون فن جديد، يعطون تاتش جديد حتى يروح على بلدهم ويروح على صالون بحسوا حالهم جايين بشيء جديد. اللي بحبوا يعملوا دورات بحبوا يزوروا لبنان يعملوا دورات هون، الأرقام التليفون موجودة قدامكم على الشاشة عم يمروا لكم قدامي هون، الأرقام عم تمروا فيكم تاخذوا الأرقام تتواصلوا معنا. في أنا في بيير تنوري هو مسؤول عن العلاقات الخارجية بالمقابل والنادي، فيكم تتواصلوا معنا تحجزوا كل شيء هون، بتأمن بتأمن الأوتيل بتأمن المواصلات بتأمن كل شيء، وبس يخلصوا مش مهم أخذوا الشهادة أو أخذوا الدراع، المهم أخذوا خبرة وطوروا حالهم. بالنهاية بياخذوا مثل جست هدية لهم كادو لتعبهم تقدير وتشيل قدر شغل الخبرة اللي عطوها، وكل واحد بياخذ حسب الخبرة اللي استفاد منها. أهلا وسهلا فيك. في حد.